بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا الجزء الخاص بـ reported questions، أو اللي هو الكلام غير المباشر بالنسبة للسؤال، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لي number one، حمزة asked why space late for the meeting. طبعا هنا asked يبقى ده استفهام، عندنا why أداة الاستفهام وراها فاعل ثم الفعل، لأن عندنا بعد if أو whether أو بعد wh أداة الاستفهام بتحول الجملة إلى خبرية أي فاعل ثم الفعل، والفعل بيبقى إيه؟ ماضي، وتغييرات الضمائر والأزمنة والكلمات الزمنية، يعني اللي كنا بنعمله في الخبرية هنعمله في الاستفهامية. عشان كده عندنا حمزة asked why I had been. طبعا هنا I had been ليه؟ لأن I have و I have دي طبعا I have دي خطأ، و have ما ينفعش لأن ده المضارع، وفي نفس الوقت هنا الفعل المساعد الفعل، لأ احنا عايزين الفعل ثم الفعل. Please let me know where space meet. Please let me know where space meet. Let me know where space meet. Can we طبعا هنا where، وطبعا ده مش سؤال، طبعا ده بياخد ايه؟ بياخد قلنا جملة خبرية يعني فعل ثم الفعل. We are going to meet. We would meet. Well طبعا let me مضارع، let me know يعني يعرف. Where we are going to meet. Samir is based me why I had chosen that t-shirt. طبعا why يبقى سؤال، طب نسأل بيه said طبعا دي في الجملة الخبرية. Inquired طبعا inquired ولا asked طبعا asked، لأن asked بتبدأ بمفعول، أما inquired أو wanted to know طبعا لا، أو wondered لا تتبع بمفعول، عشان كده احنا عندنا me مفعول يبقى asked me. My father asked why space more money. طبعا ده سؤال لأن ده كلام مباشر، يبقى نجيب فعل مساعد فعل. Why do you need more money؟ Why do؟ ليه؟ لأن عايزين فعل مساعد. Could you tell me why space to the hospital yesterday? Could you tell me why عايزين فعل ثم الفعل. Why you went to the hospital yesterday? Why you went؟ ليه انت ذهبت to the hospital yesterday؟ طب ليه هنا ما استخدمناش did you go؟ طبعا لان could you tell me ده سؤال، فدي هتبقى جملة خبرية، لان عندنا قاعدة بتقول لنا لا يتداخل سؤال داخل سؤال، لا يتداخل سؤال داخل سؤال، يعني الاول سؤال يبقى التاني السؤال التاني بياخد مسار الجملة، يعني بيبقى فاعل وفعل وليس سؤال، عشان كده نقول ايه you went وليس did you go. Rami wondered when the general manager is best to attend the next conference. Next يعني القادم، يبقى انا عايزة future، وطبعا هنا to attend يعني يقدر would travel ولا was traveling، طبعا هنا في arrangements يعني ترتيبات. Rami wondered بيتساءل when the general manager was traveling to was traveling to attend، يبقى هنا present continuous اتحول الى past continuous. علي wanted to know space I was ready for the interview or not. في or not يبقى في if I was ready، ليه؟ لان عندنا if or not. My friend inquired if or not if or not، في عندنا if or not ورا بعض كده، ما ينفعش نجيب if، هنا هنجيب البديل بتاعها مين whether or not. لو or not ذكرت في النهاية ممكن نستخدم if، ولكن في بداية الجملة كده يبقى whether or not. My father asked me what I space the moment he arrived، اللحظة اللي هو وصل فيها. What I would do ايه اللي هعمله، ولا will do، ولا was dying the moment he arrived، طبعا دي ماضي بسيط يبقى هنا ماضي مستمر was dying. عادل wonders when I space black wonders مضارع، يبقى الفعل بتاعي يبقى فعل او افعال الجملة لا يتم تغييرها الى الماضي. I space back home I space back home as he needs my help. I had طبعا دي ماضي. I am being طبعا دي خطأ تركيبة. I would be طبعا احنا قلنا الفعل wonders مضارع، يبقى الفعل هيظل كما هو. I will be back انا هعود as he needs.
We asked our teacher if our exam papers, طبعا هنا asked ماضي بالفعل يبقى ماضي, if our exam papers have checked, طبعا have ده مضارع, ولا عندنا had checked ولا had been checked. طبعا الاكزام بيبرز اوراق الامتحان تفحص, يبقى هنا تبقى باسيف, تبقى had been checked, اولا الفعل ماضي وثانيا باسيف, لكن عندنا هنا دي و A طبعا في البريزنت وليست في الماضي, احنا عايزين فعل ماضي. She asked me if I spaced my last mobile if I had found. ليه بقى؟ لان طبعا عندنا asked ماضي, يبقى الفعل بتاع الجملة ماضي, يبقى if I had found. My father asked why I made that loud noise. My father asked why we were making that loud noise. We were making. ليه احنا بنعمل هذه الضوضاء. My friend asked me whether space ready for the school trip. طبعا whether زي if بجوار الفعل ثم الفعل والفعل ماضي. Whether we were ready for. We were ready for. إن عايزين الفعل وبعدين الفعل وفي نفس المتى يكون صيغته ايه؟ ماضي. I asked the tourist, يعني أنا سألت أو السائح, he came from, whether he came ولا where, طبعا where أين, أي من أين هو, يبقى where he came from. عمر said to me, where is spent the weekend, طبعا هنا كلام مباشر, يبقى فعل مساعد فعل فعل. Where you, طبعا خطأ, have you spent, طبعا صح. Where have you spent, أين قضيت الأجازة أو الويك أند, يبقى have you spent. Mom said your homework Rodina. Mom said, طبعا ده سؤال, what are you doing your homework, why, طبعا عايزين سؤال, are you doing your homework, طبعا هنا are you doing your homework, هل أنت بتعملي واجبك. Nada speaks أحمد when he was leaving home. طبعا Nada asked أحمد when he was, ولا طبعا said أحمد, inquired, wondered. طبعا هنا Nada asked أحمد. ليه؟ لأن عندنا asked هي اللي بتتبع بمفعول, أما said وinquired, said في الكلام الجملة الخبرية, inquired wondered لا تتبع بمفعول. She asked looked unhappy. She asked why I looked unhappy. فاعل ثم الفعل. She asked why I looked. أو ممكن أقول she asked me why I looked. يبقى B و C الاثنين صح. ليه؟ لأن عندنا الفعل asked يتبع بمفعول أو لا يتبع بمفعول. يعني الحالتين ماشيين معاه. يبقى احنا هنا ممكن أقول she asked فقط وبرضه صح من غير مفعول. أو ممكن أقول she asked me والمفعول. وطبعا هنا الأداة الاستفهام وراها الفعل مباشرة. عمر how I was traveling to Cairo. عمر said طبعا خطأ, دي سؤال, reported طبعا خطأ, wondered how long طبعا هنا wondered. ليه؟ لأن قلنا wondered لا تتبع من مفعول وبتسوي asked في السؤال. عبدو asked his father why, طبعا why فعل ثم الفعل وهنحطه في النهاية نقطة, يبقى he was late. Why he was late. ينفع نحط علامة استفهام طبعا لأنه تحذف علامة الاستفهام أو question mark في السؤال. محمد wanted to know whether space the conference. محمد wanted to know يعني عايز يعرف. طبعا wanted to know هنا يبقى الفعل الماضي, whether وwhether وراء الفاعل ثم الفعل. Whether I would attend يعني هل أنا سوف أحضر. Whether I would attend, لكن ما ينفعش أقول whether I have attended لأنه هو بتكلم هل أنا, يبقى أنا عايز الفعل الماضي. حسين wondered we were late for school. طبعا هنا حسين wondered عايزين أداة استفهام, why we were late, ليه إحنا تأخرنا على الاسكول, يبقى why, لأنها بتسأل عن السبب. يارا asked when are you repairing my tablet for me. Whether father. يارا asked father when are you, يبقى ايه طبعا الفذر, يبقى he was. Is this place last year, said خالد. طبعا هنا خالد asked me if I had visited that place the previous year. طبعا خالد asked me if I had visited that place the previous year, يبقى المفروض ان هو بيسأله في الماضي, لان عندنا هنا last year, have you visited, did الماضي البسيط, did you visit, did you visit.
Maryam asked Karim if he spends dinner outdoors the next day. Maryam asked Karim if he is having ولا was having the next التالي يبقى was having التالي يبقى was لأن هنا ترتيبات مستقبلية مضارع مستمر تحول إلى past continuous ماضي مستمر. Where is your lost keys, Amir? Asked Nancy. Where you have found? Have you found? You found. طبعا هنا where طبعا سؤال لأن كلام مباشر يبقى فعل مساعد فاعل. Where have you found your keys? Your lost keys. هنا where have you؟ لأن طبعا إيه سؤال. What time do you have your breakfast? Asked Iman. Iman asked me what time. What time I had. هتبقى عندنا الفعل. الفعل وبعدين الفعل وهيبقى الفعل عندنا كمان في الباست الماضي. يبقى I had. Is this your Rukaya's? Asked Lynn. Lynn asked Rukaya if her mother helped her. Your mother helps. ولا your mother helps does help ولا does your mother طبعا ده سؤال وكلام مباشر يبقى does your mother help you Rudaina طبعا هنا كلام مباشر فعل مساعد فعل فعل. What did you prepare for lunch mom asked Waleed. Waleed asked mom what space for lunch. She did prepare ولا did she prepare ولا she had what had she prepared? She had prepared. يبقى هنا وليد asked mom what she had prepared. ليه؟ آلة الاستفهام فاعل ثم الفعل والفعل هنا بماضي. يبقى had prepared. Is this my tablet? Zamzam asked Rudaina. Rudaina asked Zamzam if she had used her mobile. If she had used her mobile, did you use my tablet? طبعا هنا did you use my tablet? ليه؟ لأن عندنا هنا ماضي تام يبقى كان أصله ماضي بسيط ويتحول إلى ماضي تام. I have spaced you why I was late for school. I have asked you why I was. طبعا قلنا اللي بيجي مفعول اللي بيجي وراها مفعول asked asked ممكن told في الجملة الخبرية وممكن asked في السؤال لكن wondered wanted to know ما يجيش وراها مفعول يبقى انا هختار ما بين asked و told. I have asked why I was late ولا I told you why I was late. طبعا هنا I told ناخد بالنا ان السؤال هي بتديها جملة خبرية بس واخدة شكل السؤال. أنا بخبرك ليه أنا جيت متأخر. يبقى I told you أنا بقولك ليه أنا جيت متأخر. دي مش سؤال ولكنها جملة خبرية. I have told you why I was late for school. أنا بقولك ليه أنا اتأخرت عن المدرسة. مش بيسأل أو بيستفسر. ملك didn't say space her father will attend the party or not. طبعا ملك didn't say whether her father will attend the party or not. طبعا هنا letter B. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.